كنت مجموعه ديال الدوار ديالنا دوار اتش اي في جو كيطالبوا بحق ديال الطريق اللي هي طريق قديمه من العهد ديال الجدود، ودابا كاينين شي ناس ما خلوناش انهم نصوبوا الطريق ديالنا، دائما كيتعرضوا لينا وما كيخلوناش نصلحوها. وغير السبت هذا السبت مؤخرا وقعت واحد الكارثه، وحنا ما حنا دائما كنهربوا للسلم بخبر جوندار بخبر القائد ديال العنصر جماعه العنصر انهم هم وبالنسبه للجوندارم جاو هما اللي حلوا الطريق، لان الناس ديال التعاونيه شدوا علينا الطريق وتضرب لينا واحد السيد من المجموعه ديالنا، وهذا المشكل هذا مازال قائم. الناس هذو كيجي الاصلاح من طرف الجامعه باش انه يصلحوا لنا، ما كيصلحش. هذا هو المشكل. دابا انتم بصدد هذا التظاهر شنو كطالبوا؟ حنا كنطالبوا انه يشوفوا لهذا الحل، هذا الطريق غادي يحلوا لنا الطريق ديالنا. صحيح. وكتبتي وراسلتي؟ حنا راسلنا من السيد العامل ماشي مره ماشي جوج. شحال تكون المده كاع؟ المده تقريبا عام وما ازيد من عام. هذا الشيء اللي راسلنا من طرف بوست، من طرف المفوض بوغلوط، من طرف مهمة ما كيتيش يجو. بالنسبه لرئيس الجماعه خدام؟ بالنسبه لرئيس الجماعه شاف المشكل ما داروا معنا حتى شي. القائد ديال القياده ديالك؟ القائد القياده هذا قائد دابا جديد، اما القائد القديم مهم اللي جا كيعطيو على المشاكل ما كاين لها حل. هو تظاهرات اتش اي بجماعه العنصر. تحيه نضاليه. ما صوتش انا دير حتي لا المسكين. Thank you.